أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يرد في كثير من الآيات في القرآن قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وفي سورة الممتحنة قال تعالى: والله قدير، فهل من دلالة في اختلاف السياق؟ لا، الله على كل شيء قدير، ومن ذلك قدرته على أن يجعل بين المسلمين والكفار مودة إذا تابوا وأسلموا، فلا ييأس المسلمون من أن الكفار يهتدون ويتوبون، وقد حصل هذا.